درنا هاد الحصة غادي نحاولوا نشتغلوا على منهجيات كتابة إنشاء فلسفي من خلال الاشتغال على نص فلسفي، وطبعا غادي نشتغلوا على المحور الأخير من درس الشخص أو مفهوم الشخص، وهو الشخص بين الضرورة والحرية. إذن النص عندكم، شكون اللي مازال ما عندوش أي نص؟ سعيد عندك، معاذ عندكم، منهجية معاذ أيضا ما عندك شيء، منهجية. إذن المنهجية اللي غنشتغلوا بها هي المنهجية الوطنية اللي مرتبطة بالإطار المرجعي الوطني للامتحان الوطني طبعا في مادة الفلسفة. إذن كيف ما قلت لكم سابقا فهناك منهجية واحدة، ما كاينش منهجيات متعددة. النص عنده منهجية، السؤال طبعا عنده منهجية، والقولة لها منهجيتها الخاصة. إذن النص الذي بين أيديكم غديروا واحد القراءة متأنية، غناخذوا واحد ثلاثة ديال الدقائق غديروا قراءة متأنية في النص، وطبعا أساس الفهم السليم للنص هو القراءة السليم. إذن غادي تقراوا النص ومن بعد نشيروا المنهجية اللي غنشتغلوا بها. الفلسفة طبعا المحور اللي غنشتغلوا عليه نعم بين الحرية والضرورة، وطبعا الاشتغال على منهجية كتابة الإنشاء الفلسفي انطلاقا من النص الفلسفي. انتهيتم في القراءة؟ أسماء قري النص، قري النص أسماء القراءة. نعم. الإنسان من منظوره البنيوية كائن خاضع لمجموعة من الحتميات تشرطه كليا، ففكره وأفعاله وسلوكه هي منشوجات لقوانين الكون أي الفيزيائية، ولقوانين الجماعة أي المجتمع، ولقوانين الفكر الرمزي أي الثقافة. وعلى النقيض من الوهم الشائع اليوم، فالعلم والتقنية بدل أن يحرر الإنسان من الحتميات الكونية فإنهما لم ينجحا إلا في جعله أكثر وعيا بهذه الحتميات. وحتى في القديم أي في عصر هيمنة الأسطورة لم يكن الإنسان أكثر حرية مما هو عليه اليوم، بل كانت صفة الإنسان هي نفسها تجعل منه عبدا. وبما أن سلطته على الطبيعة كانت محدودة سلطته على الطبيعة كانت محدودة فقد وجد نفسه محميا وإلى حد منفلتا من هذه منفلتا منفلتا من هذه السلطة بواسطة الوسادة الوتيرة لأحلامه، فهو لم يكن حرا حتى في أحلامه وأساطيره. لقد كانت كل محاولة كلود ليفستروس محكومة بإرادته في أن يتوصل إلى التعرف على مستوى تبدو فيه الضرورة مباطنة وملازمة لأوهام الحرية، وإلى ملاحقة آخر الجيوب التي تتستر فيها أوهام الحرية الإنسانية. نعم. ده القراءة الثانية باش نكونوا سعيد. الإنسان من منظور البنيوية كائن خاضع لمجموعة من الحتميات تشرطه كليا، ففكره وأفعاله وسلوكه هي منتوجات لقوانين الكون أي الفيزيائية، ولقوانين الجماعة أي المجتمع، ولقوانين الفكر الرمزي أي الثقافة. وعلى النقيض من الوهم الشائع اليوم، فالعلم والتقنية بدل أن يحرر الإنسان من الحتمية الكونية فإنهما لم ينجحا إلا في جعله أكثر وعيا بهذه الحتمية. نعم. وحتى في القديم أي في عصر هيمنة الأسطورة لم يكن الإنسان أكثر حرية مما هو عليه اليوم، بل كانت صفته الإنسانية نفسها تجعل منه عبدا. وبما أن سلطته على الطبيعة كانت محدودة فقد وجد نفسه محميا وإلى حد ما منفلتا من هذه السلطة بواسطة الوسادة الوتيرة لأحلامه، فهو لم يكن حرا حتى في أحلامه وأساطيره.
لقد كانت كل محاولة كلود ليفي ستروس محكومة بإرادته في أن يتوصل إلى التعرف على مستوى تبدو فيه الضرورة مباطنة وملازمة لأوهام الحرية وإلى ملاحقة أخرى آخر ولملاحقة آخر الجيوب التي تتستر فيها أوهام الحرية الإنسانية. نعم، إذا نفترض أنكم قريتوا النص واستوعبتوا الآن، إذا ما هي الخطوة الأولى؟ نتكلموا في المسودة بسرعة، ما غنتكلموش على التحرير النهائي، في المسودة شنو الخطوة الثانية من بعد القراءة؟ تحديد موضوع النص. لا لا، في المسودة، في المسودة تحديد المجزوءة والمحور والمفهوم اللي كيتحدد. نعم نعم، هادشي في التحرير النهائي. دابا حنا باقي ما مشيناش نكتبوا في الورقة ديال التحرير النهائي، بغينا في المسودة شنو غنديروا؟ ناخذ الأفكار. قبل الأفكار الكلمات المفتاح أو المفاهيم. إذا المدخل لفهم النص هو الاشتغال على المفاهيم الفلسفية. إذا لا بد أول من تحديد المفاهيم الفلسفية. إذا شنا هي المفاهيم الفلسفية الواردة في هذا النص وهي الأساسية بالنسبة لتحديد إشكالاته وأطروحته؟ نعم. حتميات. قبل ذلك كائن. قبل الكائن إنسان. نعم، الإنسان من منظور البنيوية أو البنيوية، ثم أيضا كائن خاضع. إذا تسطروا حنا تنحدوا ثم تسطروا على، لأن ما عندناش الوقت باش نكتبوا كل شيء على السبورة. إذا عندنا الإنسان من منظور البنيوية، عندنا ايضا كائن كائن خاضع لمجموعه من الحتميات. نعم، بالاضافه الى ذلك مفهوم اخر مثلا في الجمله الثانيه، وعلى النقيض من الوهم الشائع اليوم. اذا عندنا وهم شائع، عندنا وهم شائع. نعم، بسرعة بسرعة. العلم والتقنية، يقول صاحب النص، وعلى النقيض من الوهم الشائع اليوم فالعلم والتقنية بدل أن يحرر الإنسان من الحتميات الكونية فإنهما، نعم حرية، فإنهما لم ينجحا إلا في جعل أكثر وعيا بهذه الحتميات، الوعي بالحتميات. إذا مفهوم آخر، عندنا حرية الإنسان وعندنا أيضا الوعي بالحتميات. ثم الجملة الثالثة، نعم معاذ، الجملة الثالثة قرأ الجملة، قرأ الجملة. وحتى أي في عصر هيمنة الأسطورة لم يكن الإنسان. نعم، وحتى في القديم أي عصر هيمنة الأسطورة، كمل، لم يكن الإنسان أكثر حرية مما هو عليه اليوم. نعم، إذن عندنا هيمنة الأسطورة، وطبعا النتيجة أن الإنسان بفعل الأسطورة لم يكن أكثر حرية مما هو عليه اليوم. بالإضافة إلى ذلك كمل الجملة معاذ. بل كانت صفته الإنسانية نفسها تجعله منه عبدا. إذن ربط الصفة الإنسانية بالعبودية. ربط الصفة الإنسانية بالعبودية. تفضلي. نعم أسماء. نعم، إذن قرأ الجملة. وبما أن سلطته على الطبيعة كانت محدودة فقد وجد نفسه محميا. زيد كملي كملي. وإلى حد ما منفلتا من هذه السلطة بواسطة الوسادة الوتيرة الإحلامي. إذن هنا سلطة الطبيعة لم تمكنه من الانفكاك منها إلا بواسطة الوسادة الوتيرة. نعم، الأحلام. نعم، إذن لنسطر على الأحلام، ما المقصود بالأحلام. ثم في نهاية الجملة ماذا يقول أسماء؟ لقد كانت كل محاولة كلود ليفي ستروس. لا لا، الجملة الأخيرة فهو لم يكن حرا حتى في أحلامه وأساطيره. نعم لاحظ، لم يكن حرا حتى في أحلامه وأساطيره. إذن هنا أيضا الأحلام والأساطير. الجملة الأخيرة تفضلي. نعم، لقد كانت كل محاولة كلود ليفي ستروس محكومة بإرادته في أن يتوصل إلى التعرف على مستوى تبدو فيه الضرورة مباطنة وملازمة لأوهام الحرية وإلى ملاحقة آخر الجيوب التي تتستر فيها أوهام الحرية الإنسانية. نعم، إذا شنا هي المفاهيم هنا أو الأعلام اللي خصنا نوقفوا عندها؟ نعم، إرادة. قبل ذلك الأعلام، العالم اللي خصنا نوقفوا عنده كلود ليفي ستروس. كلود ليفي ستروس، إذا كلود ليفي ستروس إرادة. نعم، محكوم بإرادته. ثم أيضا التعرف على مستوى، نعم، تبدو فيه الضرورة مباطنة لأوهام الحرية. إذن الضرورة مباطنة لأوهام الحرية. أخير الجملة. نعم نعم تفضلي كم الجملة. وإلى ملاحقة آخر الجيوب التي تتستر فيها أوهام الحرية الإنسانية. نعم، لاحظوا هنا
صاحب النص يقول لأن أوهام الحرية الإنسانية تتستر في آخر الجيوب التي لاحقها كلود ليفي شتراوس. إذن من خلال هذه المفاهيم يمكن استخراج مجموعة من ماذا؟ أفكار. كيف تكون؟ جزئية. نعم. إذن من خلال المفاهيم يمكن استخراج مجموعة من الأفكار الجزئية. ما الغاية من هذه الأفكار الجزئية؟ صياغة الأطروحة. إذن نحن دائما في المسودة. إذن صياغة الأطروحة. من كان وصل الأطروحة؟ كتمكنني من الوصول إلى ماذا؟ إشكال. إلى تحديد الإشكال. لأن إذا علمت الجواب فأكيد أن هناك سؤال ضمني أو سؤال يفترضه يجيب أو سؤال يفترضه الجواب. إذن لا بد من الوصول إلى إشكالي. إذن الآن نرجع للتحرير. شنو غادي نديره في البداية؟ موضوع النص، إطار النص. ماذا سنقول؟ تفضلي. يتأثر النص في ضمن مجموعة ضمن مجزوئات الوضع البشري. ويعالج مفهوم قبل ذلك الشخص. قبل ذلك إطار دائما. يندرج في محور الشخص بين الحرية. قبل المحور. عندنا المجزوءة. مفهوم. إذا المفهوم الشخص ثم محور. المحور وهو الشخص بين الضرورة. نعم. إذا ماذا سنقول؟ أعطوني جملة. الآن تقول التحرير جملة. يتأثر النص ضمن مجزوءات الوضع البشري. مثلا إذا يتأثر النص ضمن مجزوءات الوضع البشري، ينتمي النص، يندرج النص، يتموضع النص، يتموقع. إذن عبارات متعددة. إذن سنقول في الإنجاز يتأثر النص ضمن مجزوءات الوضع البشري مفهوم الشخص في محوره الأخير الشخص بين الضرورة أو الحرية والضرورة. نبدأ بالحرية، بين الحرية والضرورة. ثم بعد ذلك قلنا طرحوا الإشكال. إذن من خلال هذا الفهم الذي توصلنا إليه، فما هو الإشكال الذي يعالجه النص؟ تفضلي. نعم أسمع. الشخص خاضع لشروط وحتميات أم هو حر؟ نعم. إذن هل الشخص حسب صاحب النص خاضع لحتميات وضرورات أم أنه حر؟ ولكن باش نحطوا إشكال مضبوط بحسب النص. حريته مطلقة. لا. نعم. هل هو خاضع لحتميات مطلقة أم لحرية مطلقة؟ ليش نقال لنا في البداية؟ قال الإنسان من منظور البنيوية كائن خاضع لمجموعة من الحتميات تشرطه كلياً. تشرطه حتميات كلياً تقيده من جميع الجوانب. إذن نقول ويعالج صاحب النص الإشكالية التالية. انتبهوا، درنا أنا صاحب النص كإشارة فقط. كاين بعض التلاميذ اللي تسرعوا وتيقرا النص وربما كيكون عنده شي اطلاع سابق على نص مماثل او مشابه وتعطي الاسم ديال صاحب النص. من الاحسن انكم تتفادوا هذه المساله هذه، لانه ربما انه ما يكونش هذاك صاحب النص اعتقدته هو، لذلك تفادوه. اذا كنديروا صاحب النص الاشكاليه التاليه، يعالج صاحب النص الاشكاليه التاليه، وهي هل الشخص حر بإطلاق أم خاضع لحتميات نعم أو ضرورات مطلق. انتبهوا، حسب نرجعوا للإطار المرجعي اللي عندنا، نرجعوا للمنهجية باش نتفادوا المسألة ديال تعدد المنهجيات. فعندنا العنصر الأول جاوبنا عليه في المنهجية اللي هو تحديد الموضوع. العنصر الثاني جاوبنا عليه اللي هو الإشكال. شنو العنصر الثاني؟ الثالث هو الأطروحة. نحدوها بشكل موجز، لأن المقدمة ينبغي أن تكون موجزة لأنها مقدمة وليست تحليلا. إذا ما هو الجواب الذي سنقدمه؟ نعم تفضلي يا سهام.
اعتبر صاحب النص أن الشخص خاضع لحتميات مطلقة. نعم، إذا الشخص تفضلي. تضمن النص بطروحة مفاده أن الشخص خاضع لحتميات أو ضرورات. نعم، إذا الجواب هنا واحد ولكن الصيغة مختلفة. سنقول ويجيب صاحب النص عن الإشكالية أعلى بأطروحة مفادها إلى بغيته مفادها أن الشخص خاضع لحتميات. الشخص خاضع لحتميات مطلقة. مطلقة، نعم مطلقة. طبعا نسطروا على هذا خاضع لحتميات لحتميات مطلقة، وطبعا نسطروا حتى على الإشكالية باش يبقى لنا وضوح تام في الكتابة ديالنا. إذا لاحظوا كتبنا داك الشيء مختصر ومضبوط. كان بعض التلاميذ اللي تيبقاو يكتبوا بعض المقدمات الطلالية ما عندهاش معنى في الجواب، مباشرة نمشي ندير أجوبة، ولا سيما أنكم بالنسبة لكم أنتم علميين عندكم يلاه ساعتين، ما عندكمش الوقت كافي اللي غتشتغلوا فيه على أشياء اللي هي ربما تعتبر من الحشوي. لذلك نمشيو ما هو أساسي وما هو مركز. هل انتهى العمل هنا؟ هل انتهى العمل هنا؟ نعم، إذن نحن فقط انتهينا في مرحلة المقدمة أو ما يسمى بمرحلة الفهم. مرحلة الفهم، وطبعا هذه اللحظة أو المرحلة القيمة ديالها في التنقيط هي أربعة ديال النقط. أربعة ديال النقط. إذن شنو هي المرحلة الموالية؟ التحليل. إذن ندوز المرحلة الثانية وهي مرحلة التحليل. إذن نديرو إذن قلنا أننا أشرنا إلى الإشكالية بشكل مركز، طرحنا سؤالا عاما وبشكل مركز، ثم أيضا نعم موجز، ثم أيضا وصلنا الأطروحة وهي أيضا مركزة. ما هو العمل الذي سنقوم به في التحليل حسب المنهجية؟ حسب المنهجية. نعم تفضلي. إعادة صياغة إشكال النص. نعم، إعادة صياغة إشكال النص. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ أستاذ في المقدمة أشرنا إلى الإشكال بشكل موجز. نعم. الآن نوضحوه. كيف سنوضحوه؟ كيفاش؟ كيف؟ أفكار جزئية. ماشي الأفكار الجزئية. هذه الأفكار الجزئية مرتبطة بماذا؟ أطروحة. لا لا، طبعاً تؤدي إلى أطروحة، ولكن ما الذي أدى بوجود هذه الأفكار الجزئية؟ مفاهيم. ما هو الدافع إلى ذلك؟ إلى الشغال على هذه المفاهيم؟ أن هناك ماذا؟ إشكال. إشكال أو أسئلة؟ أسئلة إشكالية. أو أسئلة؟ جزئية. أسئلة جزئية مرتبطة بالأفكار الجزئية، لأن النص هو عبارة عن مجموعة من الأجوبة المترابطة فيما بينها والتي تؤدي إلى بناء أطروحة. إذن وراء كل فكرة جزئية سؤال جزئي. ما هي بداية النص؟ كيف ابتدأ صاحب النص بالحديث عن هذا الإشكال؟ ماذا قال؟ نعم معاذ، قرأنا بسرعة قرأنا معاذ. إنسان من المنظور البنيوية كائن خاضع لمجموعة من الحشمية تشريطه كلية. نعم، إذن هنا حدد لنا صاحب النص مفهومة الإنسان في علاقة مفهوم بالإشكال أو المحور الذي ندرسه. إذن سنقول ما هو السؤال طرحه هنا صاحب النص الضمني؟ ما هو السؤال الضمني؟ من هو الإنسان؟ من هو الإنسان أو من هو الشخص؟ نتضي؟ حقيقة الإنسان. نعم، ما هي حقيقة هذا الشخص؟ ولكن في علاقة بالحرية والضرورة. إذن سنطرح السؤال، ماذا سنقول؟ كيف حدد صاحب النص الشخص في علاقته بالضرورة والحرية؟ إذن كيف حدد السؤال؟ كيف حدد صاحب النص طبيعة الإنسان أو الشخص في علاقته بالحرية والضرورة؟ هذا السؤال الفرعي الأول أو الجزء الأول. السؤال الثاني، تحدث عن حتمية، هل تحدث عن حتمية واحدة؟
حتميات متعددة وحددها في ثلاث حتميات. إذن ماذا سنقول كسؤال لنعتبر تلك حتمية جوابا؟ ماذا سنقول كسؤال؟ ما هي طبيعة هذه الحتميات؟ وما هي طبيعة الحتميات التي الحتميات التي تشرطه كليا؟ لأن احنا دخلنا في التحليل، والتحليل هو نوع من الإيضاح، نوع من البسط للأطروحة، بالإضافة إلى ذلك الجملة الثانية في النص: وعلى النقيض من الوهم الشائع اليوم فالعلم والتقنية بدل أن يحرر الإنسان من حتمية الكونية فإنهما لم ينجحا إلا في جعله أكثر وعيا بهذه الحتميات. إذن هذا الجواب فهو نعم في طيه سؤال: ما هو الدور الذي تلعبه العلم والتقنية؟ نعم، إذن كيف يحرر العلم والتقنية الإنسان من الحتمية؟ أو هل بالأحرى هل استطاع العلم والتقنية أن يحرر الإنسان؟ بالإضافة إلى العلم والتقنية هناك أيضا جملة الثالثة: هيمنة الأسطورة. وهل استطاع الإنسان أن يتحرر أيضا مع الأسطورة؟ ثم أيضا سؤال آخر وهو أخير في الجملة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من النص: ما هو دار السلطة؟ ماشي السلطة جواب التي تستثر فيها أوهام الحرية الإنسانية. نعم، سؤال أخير: وهل استطاع أو استطاعت العلوم الإنسانية معك لولي بشتروس؟ لا، سدي العبد مرتبط هذاك العبد مرتبط بهيمة الأسطورة. العلوم الإنسانية. نعم، وما هي الحقيقة التي توصلت إليها العلوم الإنسانية؟ جيد، إذا عندنا شدينا هذه الأفكار جزء الثلاث كنلقوا أنها يمكن أن تنقسم إلى ثلاث مراحل. هناك المرحلة القديمة في تاريخ الإنسان والذي التجأ إلى الأسطورة للتحرر من قوة الحتميات الطبيعية. هل استطاع أن يتحرر من قوة هذه الحتمية الطبيعية؟ إذا المرحلة القديمة التجأ الإنسان إلى الأسطورة كملاذ للتحرر من حتميات الطبيعة. في المرحلة الحديثة التجأ الإنسان إلى العلم والتقنية ليتحرر من سلطة الطبيعة. هل استطاع الإنسان أن يتحرر من هذه السلطة؟ والمحاولة الأخيرة وهي محاولة العلوم الإنسانية، فهل استطاعت العلوم الإنسانية أن تحرر الإنسان من بطش الطبيعة؟ إذن سنقول باش نجمعوا هذه المراحل في سؤال واحد، ماذا سنقول؟ دابا ستم كتبنا تأثر النص ديال مجزوءات الوضع البشري، مفهوم الشخص كيما مفهوم الشخص محور. نعم نعم، مفهوم الشخص محوري الاخير، مفهوم الشخص هو الدرس. لا مثلا نديرو شي مدخل، اش مدخل هو يعالج مثلا مفهوم الشخص بحال هايا يتأثر ضمن كذا. عندنا الوضع البشري، عندنا مفهوم الشخص في محوره الأخير الشخص بين الحرية والضرورة، ويعالج الإشكالية التالية. سؤال هذه الأسئلة نكتبوهم في الورقة ديال التحرير ديال الامتحان. أكيد 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 أكيد. كتبوا كيف حدد صحيح؟ نعم 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 نعم، في التحليل راه عندك في المنهجية عطيتها لك قدامك. أون جينيرال سي دابا كتشرح لنا كيفاش أون جينيرال؟ سي هنا سي ما عطيناش كيفاش نديروا. نعم، إعادة صياغة الإشكالية عبر ماذا؟ عبر مجموعة من الأسئلة. ماشي تغيري الإشكالية تغيري المفردات ديالها، لا، تحولها الى اسئله، لان هذه الاسئله هي اللي غتكون المحفز على تحليل النص والافكار الجزئيه. النص كامل غتكون بجوج اسئله. نعم، النص كامل نكتفي بجوج اسئله. لا، غتشوفي حسب الافكار الجزئيه اللي كاينه في النص. نعم، في الصياغه نديروا الاسئله صافي، في الصياغه كنديروا الاسئله في الاول عاد غنجيو الاجوبه. غادي نجيو دابا الاجوبه. اذا ما هو السؤال؟ عاودي السؤال ديالك. عاودي السؤال: كيف استطاع الشخص ان يتحرر من الحتميات الثلاث التي او هل تمكن بالاحرى من التحرر، هل تمكن الانسان من التحرر من هذه الحتميات رغم محاولته الثلاث رغم محاولته الثلاث؟ يعني كنضيف هذا السؤال: وهل تمكن الشخص
من التحرر من الحتميات المذكورة، رغم محاولاته الثلاث عبر تاريخ الإنسانية. إذن هذو هما الأسئلة. الآن غنبدا ندير في الجواب. إذن ما هي الأجوبة أو ما هي الأفكار الجزئية التي يقدمها صاحب النص؟ نعم تفضلي سهام. يعتبر صاحب النص أن الإنسان كائن خاضع لمجموعة من الحتميات. نعم. إذن أولا الحتمية الطبيعية. نعم. أو الفيزيائية، ما المقصود بها؟ لأننا قلنا خصنا نشرح المفاهيم. ما المقصود بها؟ بسرعة بسرعة. ما المقصود بالحتمية الطبيعية؟ الإنسان محكوم بضرورة طبيعية، ما هي؟ أنه منتوج لقوانين الكون. نعم نعم، منتوج لقوانين الكون، يعني القوانين الفيزيولوجية، القوانين البيولوجية. نعم. قوانين الملاخ والبيع إلى آخره. إذن كل ما يرتبط بطبيعة الإنسان البيولوجية والفيزيولوجية. إذن ماذا سنقول؟ إن الإنسان، نعم، إن الإنسان خاضع لحتميات ثلاث، وهي واحد فيزيائي، الحتمية الطبيعية نعم، أو الفيزيائية، وهي مجموع نعم القوانين أو الضرورات أو الضرورات البيولوجية بيولوجية والفيزيولوجية نعم والبيئية التي ماشي ستتعارض، تحدد مش الإرادة، تحدد سلوك إنسان. الإنسان تحدد سلوك الإنسان. نعم تحدد سلوك الإنسان. انتبهوا علاش درنا هذه المسألة هذه، انتبهوا، لأن بالنسبة لحسب تجربة ديال التصحيح ديال التلاميذ مثلا في الامتحان الوطني، شنو تلقاو؟ تلقاو أن التلاميذ يعيدون اجترار أسلوب النص، وهذا كيضعف الجوده ديال العمل ديال التلميذ، كيضعف المجهود ديال التلميذ. كنوصل طبعا للاطروحه، كنوصل الاشكاليه، ولكن ملي كنبدا نحلل كنعاود الاسلوب ديال النص، بمعنى ان كنبقى مرهون بلغتي النص، بينما انني خصني انا ندير الاسلوب ديالي الخاص، والاسلوب الخاص لا يمكن تحقيقه الا من خلال بسط مجموعه من المفاهيم بحال الحتميه الطبيعيه. اذن ها هي الحتميه الطبيعيه بانت لينا. ثانيا شنو الحتميه الثانيه؟ نعم الحتمية المجتمعية أو الاجتماعية. إذن ما المقصود بها؟ ما المقتضي؟ قوانين الجماعة. إذا قوانين الجماعة، قوانين الأسرة، قوانين المدرسة، قوانين إلى آخره. إذن كل القوانين التي تحكم سلوك الإنسان باعتباره كائن اجتماعي، وطبعا هذه القوانين لا يمكن خرقها، لأن خرق هذه القوانين يؤدي إلى إخراج الفرد أو الشخص من المجتمع، وبالتالي لا يمكن لهذا الشخص أن يندمج داخل المجتمع وأن ينشأ تنشئة اجتماعية سليمة إلا بالخضوع التام للقوانين. هذا الشيء طبعا راكم شفتوه في السنة الماضية، في السنة الأولى، الفرد والمجتمع. إذن سنقول الحتمية المجتمعية، وهي مجموع القوانين المؤسساتية أو القوانين المنظمة لعلاقة الشخص بالمؤسسات الاجتماعية التي يندمج
داخلة يندمج داخلها، والتي تمكنه تمكنه من ماذا؟ شنو قلنا؟ من تنشئة اجتماعية سليمة. من تنشئة اجتماعية سليمة. أشنو بقى لنا؟ الحتمية الثقافية. إذن ثالثا الحتمية الثقافية، شنو المقصود بها؟ تحدث صاحب النص، تحدث صاحب النص نعم عن قوانين الفكر الرمزي. ما المقصود؟ راه شفتوا الثقافة والطبيعة في الجيل المشترك، الأفكار ديال الأسطورة نعم الأفكار ديال مجموع الأفكار والاعتقادات الرمزية التي تعبر عن ماذا؟ عن هويتي، ماشي فقط الشخص، وإنما عن هويتي جماعة ثقافية معينة، كاللغة مثلا، كاللغة، كالطقوس الاحتفالية، ها؟ كالفنون الإبداعية التي يبدعها مجتمع، ها؟ دون آخر، نعم؟ أطباق الأطباق، نعم، الطبخ مثلا، الطبخ مثلا، اللباس. إذن كل تجليات الحضارة التي تميز جماعة ما. هل يمكن للإنسان أو للشخص أن ينصرخ عن ثقافة جماعته؟ لا، لا يمكن. إنما تعطي واحد المثال بسيط، مثلا في الاحتفالات، مثلا في الأفراح، فكل منطقة كتمارس هذاك الاحتفال حسب ثقافتها، حسب تقاليدها، باش كتعطي واحد القوة ديال الحضور ديال الهوية ديالها. لذلك فالثقافة أساسية في إكمال هوية الشخص وتحديد طبيعة الشخص. إذن سنقول الحتمية الثقافية، وهي أيضا مجموع الأفكار والاعتقادات والفنون والإبداعات التي تعبر عن الهوية الحضارية والثقافية لجماعة معينة. معين. إذن لاحظوا، تكلم كلود صاحب النص، صاحب النص تحدث عن ثلاث حتميات. هذه الحتميات الثلاث كيف هي في علاقتها فيما بينها؟ مترابطة. الله ذلك سيام، مترابطة بمعنى أنها تشكل نسقا. جيد، نعم، بسمة، جيد، نسقا، أو حسب تعبير النص بنية، منظور بالبنية، نعم، منظور بنيوي أو بنية واحدة. إذن هذه الحتمية الثلاث تتكامل فيما بينها لتحدد لنا بنية تنمط وتحدد سلوك الشخص. لذلك فهذا النص يتحدث عن منظور البنيوي للإنسان. وطبعا هنا البنيوية مرتبطة، مادام مرتبطة بالثقافة فمنتمية أو مرتبطة بحقل البحث الأنثروبولوجي. والبحث الأنثروبولوجي هو علم يدرس نشأة السلوك الثقافي للإنسان، ما يسمى بعلم الإناثة، علم الإناثة أو علم الأنثروبولوجيا. وطبعا فهنا يتحدث أساسا صاحب النص عن كلود ليفي ستروس. إذن كلود ليفي ستروس هو عالم فرنسي اشتغل في الأنثروبولوجيا، اشتغل على أنماط السلوك الثقافي للإنسان، وخاصة فيما يسمى بالمجتمعات أو القبائل البدائية. وطبعا الفكرة اللي حكمت كلود ليفي ستروس هو أنه تيرفع هذه الفكرة الشائعة عند مجموعة من المثقفين ومجموعة من المفكرين إلى آخره، المؤسسين المرتبطين بالغرب، والذين ينظرون إلى المجتمعات
يعني الغير الأوروبية وكأنها مجتمعات بدائية بالمقارنة مع المجتمع الأوروبي. وأثبت كلود ليفي شتراوس أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن تقريبا نفس النظام الذي يحكم المجتمعات الغربية والتي تسمى مجتمعات مركبة يحكم القبائل الأخرى والتي كان ينظر عليها أنها بسيطة أو بدائية. وطبعا هذه القوانين أو هذا النظام يتجسد في كما قلنا في الحتمية الطبيعية وفي الحتمية المجتمعية وفي الحتمية الثقافية. إذن سنقول إن هذه الحتميات أو الضرورات تجعل الشخص كيف؟ باش نحاول نفسروا هذه الجملة اللي أو الأطروحة اللي تكلمنا عليها. خاضع لها. إذن تجعل الشخص خاضع. ولكن ما هو المفردة التي استعملها النص وهي قوية جدا؟ عبدا. هذه الحتميات جعلت الإنسان أو الشخص عبدا. ما معنى ذلك؟ العبد في علاقته بسيده، هل يقوم العبد بذاته أم يقوم بغيره؟ يقوم بغيره. نعم، عندك شيء إضافة تفضلي؟ مسير. نعم مسير. إذن هنا الشخص يقوم بغيره، بالتالي فهو نتيجة كما قال صاحب النص منتوج لمجموعة من الضرورات ومجموعة من القوانين أو الحتميات. سنقول تجعل الشخص عبدا. أنا غنكتبها لكم باللون مخالف لأن غادي نرجعوا لها من بعد في المناقشة. تجعل الشخص عبدا أي قائم، أي قائم بغيره، فهو ماذا؟ حسب تعبير النص فهو ماشي نتاج، منتوج. فهو منتوج، طبعا نتاج أو منتوج، فهو منتوج للحتميات المذكورة أو منتوج لها. منتوج لها، إذن للحتميات. بالإضافة إلى ذلك عندنا هذه الحتميات أحكام الإنسان، فحاول الإنسان أن يتحرر منها. إذا خصنا نجاوب على السؤال الموال، هل تمكن الشخص من التحرر من هذه الحتميات؟ طبعا لم يتمكن من ذلك. إذن شنو قال؟ تحدث عن الفترة الحديثة وتحدث عن الفترة القديمة ثم الفترة المعاصرة. نبدأ احنا بالفترة القديمة، هيمنة، نعم وعجيب، هيمنة الأسطورة. إذا سنقول إن الإنسان أبدع الأسطورة ولكن أصبح خاضعا لها. شكون يشرح لنا هذه المفارقة؟ الإنسان أبدع الأسطورة وأصبح خاضعا لا، طبعا في الظاهر كتبان أنها مفارقة. لماذا أبدع الإنسان هذه الأسطورة؟ لماذا؟ للتحرر من ماذا؟ حتميات. من الحتمية، وأصل الحتمية طبيعية، لأنه سنعرف أنه في القديم كان الإنسان يخشى الطبيعة، كان ينظر إلى الطبيعة وكأنها قوة محكومة بمجموعة من الآلهة. مثلا إلى رجعنا مثلا اليونان، تلقى واحد الأسطورة مشهورة وهي لاتيوغوني ديال هيزيود، والتي تحدث فيها عن نسب الآلهة، تحدث فيها عن نسب الآلهة، يعني كانت إلهة الأرض غايا وكان إله السماء أورانوس، فتزوج ورزق بمجموعة من الآلهة. طبعا هذه أسطورة، وفي النهاية سيرزقان بإله زوس أصغر الآلهة الذي سيتحول إلى أكبر الآلهة وسيكون متجبرا وسيفرض نظاما على الطبيعة. وكانوا كيف يفهموا الظواهر الطبيعية، الشتاء والرعد وإلى آخره، كأنها غضب للآلهة وصراع للآلهة. هذا الصراع يتجسد في الحياة اليومية للإنسان. لاحظوا كيف كان الإنسان القديم أو أساسا الإنسان اليوناني في القرن الثامن قبل الميلاد كيف كان يفكر، كيف كان يتعامل مع الظاهرة الطبيعية. حتى الفراعنة
فرغم بلغوه من حضارة وتطور بناء أهرامات إلى آخره، وهي تشكل عجوبة من أعاجب الدنيا السبع، ومع ذلك كانوا يقدمون القرابين لنهر النيل حتى لا يكون الفيضان يعني وبالا عليم إلى آخره إلى آخره. تلاحظوا أن الإنسان كان يتعامل مع الأسطورة، مش فقط القديم، حتى اليوم الأسطورة لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. بين قوسين ما يقع الآن في العالم العربي، فهناك من يفسر بمؤامرة خارجية وليس بأسباب داخلية. إذن هناك هذا الجواب هو جواب أسطوري وتفكير أسطوري. إذن التفكير الأسطوري هو قفز على الواقع وانغماس في الوهم والخيال، ورغم ذلك يظل الإنسان محكوما بهذا الوهم وبهذا الخيال، وبعبارة أدق باللا وعي، يصبح الإنسان محكوما باللا وعي. يعني طبعا كما كتعرفوا مفهوم اللاوعي عند فرويد، وفرويد طبعا تنتمي حتى هو العلوم الإنسانية وأساسا للتحليل النفسي. إذا ماذا سنقول بعد ذلك؟ سنقول إن هذه النتيجة دفعت بالإنسان إلى ماذا؟ إلى محاولة استعادة حريته وإنسانيته. إذا الإنسان حاول أن يستعيد حريته وإنسانيته. إذا نكتبوا كجواب على السؤال الموالي، ماذا سنكتب؟ إن الإنسان حاول التحرر. باش نجاوب على السؤال هنا، نعم إن الإنسان ومنذ القدم، إن الإنسان ومنذ القدم حاول التحرر من هذه، نعم حاول التحرر من هذه الحتميات. غنديروا واحد بإبداع الأسطورة. لماذا؟ لمجاوزة قهري الطبيعة. نعم لمجاوزة قهر الطبيعة. مثلا غادي ندير لكم هذه كاضافه نديروها، ماشي اساسيه، ماشي ديروها مثلا كان عندكم شي نص بحال هذا، ماشي ضروري ديروها، ممكن تتكلموا بتفاصيل عن الاسطوره ولكن فقط نديروها فقط للاطلاع. قهر الطبيعه، مثال اسطوره هيزيود اللي هي نسب الآلهة. ثانياً العلم والتقنية، نعم بإدراك قوانين الطبيعة ووضع منهج علمي لدراستها ثم تسخيرها. هنا كنستحضر القولة الشهيرة لديكارت في كتابه خطاب في المنهج، والذي سيقول: لقد أصبحنا سادة على الطبيعة مسخرين لها. لقد أصبحنا سادة على الطبيعة مسخرين لها. ما الذي جعل ديكارت يقول بهذا القول؟ يعني ديكارت طبعا كيف تعرفوه راه عاش في القرن السابع عشر. إذن شنو وقع في هذا القرن هذا؟ شنو وقع؟ تجاوزوا ان ما بقاوش عندهم هذيك الفكره ديال ان الطبيعه هي هذيك القوانين اللي كتشري كيطرا في الكون ناتج عن، نعم إذن اصبحت للطبيعه قوانين ثابته فيها مستقله عن الالهه. نعم. مثلا بالإضافة إلى ذلك، وأن الإنسان راكم ثورات علمية، منهجا علميا. هنا ظهر المنهج التجريبي مع غاليلي، وتطور طبعا في الرياضيات مع ديكارت. إذا الإنسان أصبح مسيطرا على الطبيعة. لقد أصبحنا سادة على الطبيعة مسخرين لها. بالإضافة إلى ذلك محاولة ثالثة، نعم
سيد كيفاش مسخرين لها؟ مسخرين لها يعني نحاول أن نستفيد من ماذا؟ من خيراتها، من مواد الخام، التصنيع هنا، التصنيع هنا. إذن تسخير عبر زين درت هذه الملاحظة، عبر العلم والتقنية. خرجنا من مرحلة الإنسان العارف إلى مرحلة الإنسان الصانع. الإنسان الصانع، انتقال بين مرحلة علوم الإنسان، نعم، من الأومو سابيان إلى أومو فابير، من الإنسان العارف إلى الإنسان الصانع. ثلاثة، شنو غنقولوا؟ المرحلة الأخيرة وهي العلوم الإنسانية، أي دراسة ثم بإدراك قوانين السلوك البشري. ونطبعا العلوم الإنسانية، إنه بعدما اكتشف الإنسان الطبيعة عاد ليكتشف ذاته، نعم، نفسه. إذن بإدراك قوانين السلوك البشري العلوم الإنسانية. وهنا طبعا علم الاجتماع، علم النفس، الأنثروبولوجيا، الإثنولوجيا إلى آخره. إذن كل العلوم المرتبطة بدراسة الظاهرة الإنسانية. إذن هذه المحاولات الثلاث، طبعا هذه المرحلة القديمة، هذه المرحلة الحديثة، هذه المرحلة المعاصرة، ما هي نتائجها حسب صاحب النص؟ اعتبرت أن الضرورة مباطنة وملزمة. قبل ذلك، حينما تحدث عن العلم والتقنية، لم تستطع العلم والتقنية أن تحرر الإنسان من الحتمية الكونية، بل زيدي، بل جعلته أكثر وعيا، أكثر وعيا بأهمية الحتمية. لاحظ، يعني أن الإنسان توصل إلى نتيجة معاكسة لما كان ينشده. إذن خطته باءت ب الفشل. هذا بالنسبه للعلم والتقنيه. بالنسبه للاسطوره، ولكن هذا الشيء اللي دار في حد ذاته هو راه ناجح، يعني أكيد. اصبح يعرف هذيك الحتميه اللي كيخضع ليها، اكيد، ولكن الرغبه شنو هي؟ كانت هي التحرر. نعم، ماذا قال ديكارت؟ لقد اصبحنا ساده على الطبيعه، يعني نحن الاسياد مسخرين لها، نحن الاسياد، الطبيعه الخاضعه للانسان. ولكن في حقيقه الامر وحسب صاحب النص، بل بالعكس، كلما أدركنا قوانين الطبيعة كلما خضعنا لتلك القوانين. خلوا الطبيعة، خذوا مثلا انتما الرياضيات أو الفيزياء مثلا، فما يمكنش لك تخرج التمرين لما خضعتيش القواعد المرتبطة بذلك التمرين. إذن ففي فهم القوانين ترسيخ لقوة تلك القوانين. هذا بالنسبة للعلم والتقنية. بالنسبة للأسطورة، جعلت أكثر حرية الأسطورة، لا، فين جعلته عبدا؟ لا، جعلته اكثر حريه، ولكن اين؟ أحلام. في الاحلام. معزين لم يكن حرا الا في الحلم، ولكن سيتبين له انه لم يكن حرا حتى في ذلك الحلم. جيد، نعم، كان يتوهم. جيد، سيام، كان يتوهم انه حر. اعطيكم واحد المثال بسيط، قولوا انه مضحك قليلا. احنا مثلا ملي تحلموا نتوما، تحلموا، كنحلموا كاملين، هل يمكن نحن كمغاربة أن نحلم حلما أمريكيا؟ لا، سيكون حلمنا حلما مغربيا. يعني ولو أنه في حالة الحلم، في حالة الخيال، فسنبدع هذا الحلم انطلاقا من مجموعة من المعطيات الواقعية. ما ننسوش بأن فرويد كيعرفنا الحلم. شنو هو الحلم؟ من الحلم بالنسبة لفرويد؟ الحلم دوك الرغبات اللي ما كنقدروش، هو واحد ولحظة لاستعادة الرغبات المكبوتة والمفتقدة التي لم نستطع تحقيقها في الواقع، فنحققها بشكل استهامي، بشكل لا واعي في الأحلام، حتى يعود التوازن للجهاز النفسي. وهذه مهمة من مهمة الأنا، هذه مهمة من مهمة الأنا. إذا لاحظوا، حتى في الحلم لم يكن الإنسان حرا في ذلك. إذن محاولة ثانية باءت أيضا بالفشل. ألا تشعرون بنوع من الضيق؟ نعم. يعني العلم لم يمكننا من ذلك، الأسطورة لم تمكننا من ذلك، إذن فلنلتجئ إلى العلوم الإنسانية. وأساسا حسب صاحب النص كلود ليفي ستراوس، وما أدراك ما كلود ليفي ستراوس؟ إذن ماذا بين هذا العالم الأنثروبولوجي؟ نعم، توصل هذا العالم إلى أن تعرف إلى أن الضرورة مباطنة وملازمة لأوهام الحرية. نعم، الضرورة
مباطنة وملازمة لشيء اسمه الحرية وما هو إلا وهم. إذا لاحظوا أينما حاولت الحرية أن تتستر فتجد أن الضرورة مباطنة لها. إذن ما هي النتيجة؟ معنى مباطنة ها؟ ملازمة محايتة، أي توجد في قلب الحرية، في قلب الحرية. إذن ليس هناك مجال لوجود ماذا؟ لا، الحرية معاد، بمعنى ليس هناك مجال لوجود الحرية. إذن صاحب النص أغلق جميع منافذ الحرية، يعني أغلق الإنسان والشخص ضمن ثلاث عناصر تحيط هذا الشخص، وهي الحتمية الطبيعية والحتمية المجتمعية والحتمية الثقافية. تفضلي. شنو قصد صاحب النص بأوهام الحرية؟ ما معنى أوهام الحرية؟ يعني أننا نعتقد حرية؟ ليس كذلك، ليس كذلك، ليس هناك شيء اسمه الحرية في الواقع. نعم، إذن حريتنا حسب صاحب النص طبعاً فهي حرية وهمية. إذن ماذا سنقول باش نستخلص هذا الفكرة؟ نعم، قال أن الضرورة مباطنة وملازمة لأوهام الحرية. نعم، يعني أن الضرورة ديما كتكون مع حرية وهمية. نعم، الضرورة مباطنة لما نسميه الحرية. مثلا حينما نختار أمرا ونعتقد أننا قد اخترناه بإرادتنا فالأمر ليس كذلك، لا يتسع المجال لإعطاء أمثلة. مثلا نعطيكم واحد المثال، مثلا بالنسبة للاختيارات ديالكم في التوجيه، أنتم تعتقدون بأنها حرة، أن الاختيارات فهي بناء على ميولات، ولكن على قدرات، ولكن هناك اختيارات محددة، بالتالي فهناك ضرورة مرتبطة بالسوق الاقتصادي، مرتبطة بنظام التعليم في البلد، مرتبطة. إذن فكل حركة أو سكون فهو محدد بضرورات، ليس هناك هامش للحرية. إذن أعطوني فكرة باش نختموا هذا التحليل هذا وندوزوا للبنية الحجاجية. فقد بقت كل هذه المحاولات. نعم، إن هذه، تفضلي سيها نكمل الجملة. إن هذه المحاولات باءت إلى الفشل. نعم، باءت بالفشل. نعم، وقد استخلصت العلوم الإنسانية. نعم، من المحاولة الثالثة أن الضرورة مباطنة للحرية، وما نعتقد الحرية ما هو إلا وهم من الأول. لذلك أغلق صاحب النص منافذ تسرب الحرية إلى الوضع البشري أو الشرط الإنساني. إذا أنا سنقول إن صاحب النص يبين من خلال المحاولات الثلاث المذكورة أن انعتاق الشخص من الضرورة أو الحتمية أو الضرورات بالجمع ما هو إلا محاولة مستحيلة، ما دامت الضرورة مباطنة للحرية، وبالتالي أغلق جميع منافذ التحرر، منافذ التحرر. نعم، السطر الثالث فين؟ من تنشئة اجتماعية. نعم، إذا انتبهوا لبعض، ربما بعض السوء، والتي تمكنه من تنشئة اجتماعية سليمة. إذا شعرت بنوع من الضيق، ولكن مع ذلك سنتبنى موقف صاحب النص على الأقل مؤقتا ونؤكده من خلال ماذا؟ شو الخطوة اللي بقت لنا الآن؟ نعم، بنية. نعم، وعد بنية حجاجية. إذن بنية حجاجية مجموع الأدلة الواردة في النص.
كنظن واضحة وبينة. إذن ما هي الأدلة التي أوردها سعيدة؟ أعطينا الدليل الأول. الدليل الأول سعيدة وضف صاحب النص آلية حجاجية وهي تفسير. لا خلي الآليات دابا، لا أعطينا دابا الأدلة، خلي الآليات، أعطينا الأدلة. يعني هناك أدلة. تفضلي. محاولة كلود ليفي-ستروس. قبل كلود ليفي-ستروس، هذه الدليل الثالث. المحاولة الأولى. العلم والتقنية. إذن دليل العلم والتقنية. إذن ماذا سنقول؟ في الكتابة كنرجعوا للسطر طبعا، كنخليو واحد المربع وكنقول: ويؤكد صاحب النص أطروحته من خلال بنية حجاجية تتشكل مثلا من ثلاث أدلة. إذن الدليل الأول وهو دليل محاولة العلم والتقنية. وكنحاولوا ناخذوا هذيك الجملة كيف ما هي في النص وكنديروها بين مزدوجتين، لأن ماشي ديالنا، ماشي كلام ديالنا، وإنما هو كلام لصاحبي النص. إذن سنقول إن صاحب النص أكد أطروحته بثلاث أدلة. الأول ملي عليكم بل من نعم يلا بسرعة نعم هنا ما هو إلا محاولة استرلق مستحيلة ما دامت الضرورة مباطنة للحرية أو وهمية مستحيلة ووهمية أيضا لو بغينا نعتمدوا عبارة ديال صاحب النص تهيتم؟ إذن طبعا الأدلة ثلاث قلنا إذن يؤكد صاحب النص أطروحته من خلال ثلاث أدلة واقعية أو لا؟ لأنه يعود بنا إلى التاريخ الإنسان إذن واقعية. الدليل الأول يقول فيه بسرعة الدليل الأول يقول فيه تحب الزوجة فالعلم والتقنية بدل أن يحرر الإنسان من الحتميات الكونية فإنهما لم ينجحا إلا في جعله أكثر وعيا بهذه الحتميات سدو مزدوجة. وطبعا عندنا دليلين آخرين، هو دليل الأسطورة ودليل العلوم الإنسانية. نظرا لضيق الوقت نحن نشرنا لهم ماشي بالضرورة باش نكتبوهم، ولكن في الامتحان الوطني خصك تكتب الأدلة اللي عندك. نعم، بالإضافة إلى الأدلة هناك آليات حجاجية. لا تفضل دابا سعيد، قلنا الآلية الأولى اللي انتبهت لها آلية التفسير. أين تكمن هذه الآلية؟ آلية التفسير أين تكمن؟ تفضلي. الأدلة اللي كنقصدوا بها مثلا الأمثلة اللي كيعطي الكاتب. نعم، الأدلة اللي كيعطي صاحب النص. نعم، هنا الدليل بالمثال. نعم، جيد. نعم، إذا التفسير. أين يكمن التفسير؟ نعم، تفضلي. كلمات بين قوسين. أها؟ لا 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 لا. فالعلم والتقنية هذه كفاء. ماذا تفيد؟ تفسير. توضيح والتفسير. ثم أيضا بالإضافة إلى تقنية التفسير أو آلية التفسير. نعم. تعريف. آلية التعريف. نعم. عرف. الإنسان. عرف الإنسان بالإضافة إلى آلية التعريف. آلية النفي. آلية النفي و. النفي و. إثبات. الإثبات. آلية النفي و. الإثبات. أعطينا المثال سهام. فهو لم يكن. نعم. زيدي. لم ينجح إلا في جعله أكثر وعيا. نعم. فهو لم يكن حرا حتى في أحلامه. نعم، ولم يكن حرا حتى في أحلامه. نعم، بالإضافة إلى ذلك هناك في هذه العبارة هناك صيغة المبالغة. لم يكن حرا حتى في أحلامه، يعني صيغة المبالغة. إذن هناك مجموعة من الآليات الحجاجية التي أوردها صاحب النص لإثبات أطروحته. الآن ننتقل للخطوة الموالية. من تنسليوا من بني الحجاجية شنو تنديروا بسرعة؟ المناقشة. إذا نرجعوا دابا للمنهجية. نعم، تركيب جزئي. تركيب جزئي. نعم، ما مقصود به سد الجمعة سد هو التذكير بما تمت إشارة إليه في الأطروحة، ولكن خص يكون
يعني محدد محدد. إذن يتبين لنا من خلال التحليل بسرعة، يتبين لنا من خلال التحليل أن صاحب النص يعتبر الشخص عبدا، أي خاضع بإطلاق، لحتميات طبيعية اجتماعية وثقافية. نعم. إذن في المناقشة حسب الإطار المرجعي الوطني، تفضلين عم سهام. ما نذكرش صفة تركيب وقد استعمل بنية حجاجية. شرنا لها يعني نعم لا مش ضروري لا شرنا لها. إذن في المناقشة شنو خصنا نديرو حسب الأطروحة من حيث قيمتها وحدودها. نعم. إذن لابد في البداية من بيان وإبراز قيمة الأطروحة، لأن لابد أن تكون إيجابية. إذن ما هو الجانب الإيجابي في الأطروحة؟ نعم نعم تفضلي نعم سؤال نقدي. لا الجانب الإيجابي ممكنش قبل ما ندوز المناقشة كنديرو سؤال نقدي. لا لا خصنا نشغلو الإيجابية بعدا عاد كنجيو للسؤال النقدي أو الاستنكاري، بيان قيمة الأطروحة. إذا ما هو الجانب الإيجابي في الأطروحة بسرعة؟ نعم تحرر الإنسان من الحتمية. لا الجانب الإيجابي في الأطروحة ذكرت المحاولة الثلاث اللي يقام بها الإنسان باش يتحرر. لا قبل ذلك هو أن الإنسان إشكال مطروح. لا الإنسان يتوهم بأنه حر. لا لا اعتبرته خاضع لمجموعة من الحرية. أن الإنسان في جانب الإيجابي أن له مجموعة من الضرورات التي تنظم سلوكه لأنه سيتميز عن الحيوان، إذن فهو له مجموعة من الضرورات الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي تنظم حياته وتجعله كائنا متحضرا. هذا الجانب الإيجابي. ولكن الجانب السلبي أين يكمن؟ تعتبر حرية الإنسان مستحيلة. جيد. الجانب السلبي وهو إنكار وجود شيء اسمه الحرية، إنكار وجود شيء اسمه الحرية فإنها تكون وهمية. نعم وبالتالي فهي وهمية. هذا الآن غنجيو ننتقلوا لهذا السؤال اللي تكلمتوا عليه اللي هو السؤال النقدي أو السؤال الاستنكاري. من سنقول؟ تفضلي. إلى أي حد يمكن أن يكون الشخص خاضع لضرورات حتمية؟ ولكن هذا مش سؤال استنكاري. ما معنى سؤال استنكاري أو سؤال نقدي؟ هو أنه سؤال يحاول أن يخلخل الأطروحة السابقة. حينما تقول يا صاحب النص تفضلي إلى أي حد يمكن اعتبار الحرية الإنسانية مستحيلة؟ نعم. هل فعلا حرية الإنسانية حرية وهمية؟ نعم. نعم. أيضا حينما نقول الإنسان غير حر فنحن ماذا؟ نسلبه حريته هويته. حينما تنفي وجود حرية الإنسان فأنت تنفي وجود الإنسان، لأن الإنسان هو كائن حر. بما الذي يتميز عن باقي الكائنات الأخرى؟ بحريته. وهذه الحرية مرتبطة أيضا بالوعي. إذن السؤال اللي غنطرحه، ألا يؤدي بنا القول إلى بالضرورة الحتمية أو الضرورة المطلقة إلى سلب الإنسان هويته وحريته؟ ألا يؤدي هذا القول إلى تشييع الإنسان؟ ألا يؤدي هذا القول إلى تحويل الإنسان إلى آلة؟ ونحن نعلم في الواقع أن الإنسان هو الذي يصنع الآلة وليس الآلة هي التي تصنع الإنسان. فالمجتمع هو نتيجة لمجهودات فردية للإنسان. لذلك سننفتح على أطروحة مناقضة. إذا عندنا ضرورة مطلقة ستقابلها حرية مطلقة. إذن ما هي وجهة النظر المناسبة؟ سارتر. جون بول سارتر. إذن غنديروا المناقشة. طبعا القيمة ديال التحليل هي 5 ديال النقط، والقيمة ديال المناقشة طبعا 5 نقط. إذن عندنا المناقشة، نبدأ كيف ما قلنا بالإيجابيات والسلبيات. سنقول إن إيجابيات أطروحة النص كامنة
في إبرازه أهمية الضرورات التي تنظم سلوك أو السلوك الأخلاقي، إذا بغينا السلوك الأخلاقي للشخص باختصار. لكن الجانب السلبي في هذه الأطروحة هو يتمثل في جعلها للحرية الإنسانية مستحيلة. نعم يتمثل، لكن الجانب السلبي في هذه الأطروحة هو جعل الحرية وهمية أو مستحيلة كمطلب إنسان. نقطة، ألا يعدي بنا هذا القول إلى تشييء الإنسان على الاستفهام؟ ألا يؤدي ليس إلى إعدام الحرية وإنما نفيها؟ نعم، ليس إلى إعدام الحرية فقط وإنما إعدام الهوية أو الإنسان. لا يؤدي فقط إلى إعدام الحرية بل إلى إعدام الإنسان. ألا يؤدي هذا القول ليس فقط إلى نفي، مش نخليه نفي الحرية بل إلى نفي الإنسان، نفي وجود الإنسان. وطبعا هنا كنفتحوا على لذلك كالجسطر كندير، لذلك يمكن تجاوز هذه السلبيات بأطروحة مناقضة لساتر مثلا. هنا كتذكروا اسم ديال الفيلسوف لانكم كتكونوا ضبطوا، لانكم درستوه في الدرس. اذن لساتر والذي اعتبر يلا نعم نعم اعتبر ان الانسان محكوم عليه بأن يكون حرا. إن كانت هناك من ضرورة مطلقة فهي الحرية. نعم. إذن والذي اعتبر أن الإنسان أو الشخص محكوم عليه بأن يكون حرا حرا بإطلاق. إيوا هنا خصنا نفسرو، لأنه انتقدنا الأطروحة خصنا نجيبو أطروحة مناقضة ولكن تكون واضحة، ماشي عاد تنجيو تنحطو تنقولو كما يقول سارتر وتنوقفو، لا خصنا نبينو. الفلسفة برهان. إذا ماذا سنقول هنا؟ كيف سنفسر هذه الفكرة؟ محكوم عليه بأن يكون حرا بإطلاق. أعطونا تفسير، كيف يمكن الإنسان أن يكون حرا حسب جون بول سارتر؟ من خلال ماذا يحمل الإنسان معه حسب جون بول سارتر؟ نعم تفضلي. تحمل المسؤولية. نعم يتحمل المسؤولية، ولكن ماذا يحمل معه؟ لأنه هو الذي يصنع مستقبله وحاضره. نعم جيد، هو الذي يصنع حاضره هو مستقبله. لذلك يقول تفضلي. اعتبر أن الحرية التزامية ومؤطرة بثلاث شروط. زيدي. نعم. وهاد الشروط هما الخير والمسؤولية والغير. ولكن هاد الشيء اللي جمعناه في واحد المفهوم مرتبط بسارتر، بفلسفة سارتر. الوجودية. وأيضا الإنسان هو عبارة عن ماذا؟ كائن واعي حر ومؤمن. اعتبر أن الوجود سابق على الماهية. لا ولكن عند كل واحد القول الشهير ديال جون بول سارتر هو أن الإنسان مشروع. الإنسان مشروع. بروجي. مشروع.
ما معنى الإنسان المشروع؟ ما معنى؟ كل واحد منا وإلا يحمل مشروعا معين ضمن الوضعية التي يعيش فيها. إذا المشروع هو مجموعة من الأفعال ومجموعة من الأعمال التي نعم تفضل يكتسبها من المعيشة. مش يكتسبها، يحاول من خلالها الشخص أن يرتقي من وضعيته الحالية إلى وضعية أخرى، نوع من التعالي والتجاوز، نوع من التعالي والتجاوز. الإنسان قادر على تغيير الظروف. نعم، يمكن للإنسان أن يغير الوضع البشري والشرط البشري. ماركس. نعم نعم. ماركس هو شيء يقول الإنسان. نعم، ولكن سارتر نعم سارتر أيضا كذلك، فهو استفاد من المكتسبات الماركسية وخاصة فيما يتعلق ب. مبدأ التجاوز، مبدأ التجاوز أو الجدلية، ما يسمى بالجدلية، وطبعا هذا مرتبط بهيجل قبل ماركس. إذن بالنسبة لجون بول سارتر يقول الإنسان مشروع. ما معنى؟ معنى أنه يقوم بمجموعة من الأعمال، مجموعة من الأفعال للانتقال من الوضعية القائمة إلى وضعية أخرى أفضل أو أكثر حرية، أكثر حرية، ولكن لا يتوقف عند هذه الوضعية الجديدة، بل دائما يعمل على تغيير أوضاعه. نعم، ما يسمى عند جون بول سارتر بالبراكسيس، براكسيس، براكسيس، أي بقدر ما أعمل وأغير أنا أيضا أتغير، بقدر ما أعمل وأغير فأنا أيضا أتغير. إذن بالنسبة لجون بول سارتر يقول أن الوعي بوجود الذات لا يتم إلا من خلال الاختيار، فالأعمال التي أقوم بها فهي أعمال مختارة وأتحمل مسؤوليتها، أتحمل مسؤوليتها. إذا حسب جون بول سارتر فالحرية ليست أمنية، الحرية هي فعل، الحرية هي اختيار، الحرية هي إنجاز، الحرية هي انتقال من وضعية قائمة إلى وضعية أخرى أفضل منها، وهذا لا يتم إلا ضمن وضع بشري. بالإضافة إلى ذلك جون بول سارتر كيقسم أو كيميز بين جوج أنواع ديال الموجود. هناك الموجود في ذاته، فالإنسان مثلا حينما يولد أو حينما يقذف به في العالم فيكون في البداية عبارة عن موجود في ذاته أتخ أنصوى، فهو لا يعي ذاته، لا يعي ذاته، ولكن بمجرد ما يصطدم مع العالم الأصم كما يسميه سارتر، هذا العالم المادي الأصم، ينتقل الإنسان من حالة الوجود في ذاته إلى حالة الوجود لذاته، إلى حالة الوجود لذاته pour soi، être pour soi. وعملية الانتقال إلى حالة الوجود في ذاته لا تتم إلا بمبدأ الصراع والنفي، مبدأ الصراع والنفي، ولكن ليس النفي من أجل النفي، وإنما النفي من أجل إثبات وضعية أحسن وأفضل، وضعية تتميز بالحرية، وضعية تتميز بالحرية. لذلك بالنسبة لجون بول سارتر ربط بين تحقيق الحرية والوعي بالذات، وعي بالذات مرتبط بالحرية أو بالاختيار، ويقول أن هذا الاختيار لا ينبغي أن يكون مشروطا، فهو اختيار حر واعي مرتبط بإرادة الشخص في تجاوز كما قلت لكم هذا الوضع القائم عبر ماذا؟ عبر أنسانته. تكلمتي على الخير، تكلمتي على المسؤولية، تكلمتي على الغير، يعني ما يسميه سارتر بأنسنة الوضع البشري. يقول الفلسفة الوجودية هي فلسفة إنسانية، إضفاء بعد إنساني على الوضع البشري أو الشرط الإنسان. إذا شكون يجمع لنا هذا الشيء في جملة أو ثلاث جمل يعني لجون بول سارتر؟ يلا حاولوا بسرعة. نعم، سيعتبر أن الإنسان حر وأنه قادر على التخلص من جميع الحتميات، أو أنه ليست هناك حتميات، ليست هناك حتميات بالنسبة لي، لأنه إذا قلنا أن هناك حتمية معناه أن هناك نقطة نهاية. وبالنسبة لجون بول سارتر عملية التحرر تظل متواصلة ومنفتحة على المستقبل. فمثلا بالنسبة لسارتر الموت، مثلا الموت، ظاهرة الموت فهي ضرورة وحتمية من الحتميات، ولكنه لا ينظر إلى الموت باعتبارها نقطة نهاية، بل ينظر إلى الموت باعتبارها محفز على المزيد من
العمل. الموت تمكنني من الوعي بأهمية قصر الحياة، وبالتالي علي أن أعمل بكامل طاقتي وبكامل وعيي وبكامل حريتي لتحسين هذا الوضع وهذه الحياة القصيرة. إذا الواحد دائما يتعامل جان بول سارتر بإيجابية مع الوضع البشري، فهو لا ينظر إلى الوضع البشري باعتباره وضعا مأساويا، وإنما دائما محفزا على المزيد من التحرر، على المزيد من التحرر. إذا نكتبوا، نعطيكم الصيغة النهائية. إن جان بول سارتر يعتبر الإنسان مشروع، يعتبر الإنسان مشروع. نقطة. يجسده، يعني يجسد هذا المشروع، يجسده من خلال مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأعمال المختارة والتي يتحمل الشخص المعني بها، يتحمل الشخص المعني بها وبوعي تبعاتها. لذلك فهذه الأفعال هي عبارة عن براكسيس، هي عبارة عن براكسيس. اكتب لكم هنا براكسيس. نقطة. فبقدر ما يغير وينفي الشخص الوضع القائم، يغير أيضا ذاته، فيخرج من حالة الوجود في ذاته، حالة الوجود أو الموجود، عفوا الموجود في ذاته، إلى الموجود لذاته. الموجود لذاته، نعم. يعني نتائج الأفعال، الاختيارات، حينما تختارين اختيارا معينا، مثلا الآن أنت تختارين فرصة للنجاح فتتحملين هذا المجهود إلى آخره كتبعات، كمجهود إضافي بكامل الوعي والإرادة، بكامل الوعي والإرادة، نعم. إذا قلنا إلى الوجود لذاته، نقطة. فالأول حالة عدم للوعي والحرية، مش عدم للشخص وإنما للوعي والحرية، فصلة. بينما التالي فالأول هو حالة عدم للوعي والحرية، بينما التاني هو حالة بطاق في العالم الأصم، حالة بطاق في العالم الأصم، حالة تجاوز للشرط الإنساني القائم نحو المزيد من التحرر، وهو الوجود الحقيقي، وهو الوجود الحقيقي. نقطة. إن جان بول سارتر يعتبر الحرية ليس أمنية، وإنما هي عملية صراع مستمر، بين إرادتين، إرادة العالم، إرادة العالم في تشييء الإنسان،
وتحويله إلى آلة، وإرادة الإنسان الوجودي أو الشخص الحر، وإرادة الإنسان الوجودي أو الشخص الحر في تحصين حريته واختياراته، في تحصين حريته واختياراته. نقطة. فالوعي بالذات حسب جون بول سارتر بل الوعي بوجودها لا يتحقق إلا بالاختيار. وهذا الاختيار لن يكون مشروطا إلا بضرورة واحدة. يلا شكون ينهي لنا الجملة؟ ما هي هذه الضرورة عند سارتر؟ الله يرضي عليك. الحرية المطلقة. مزيان متبعة. الحرية المطلقة. إذا انتهينا من المناقشة، شنو بقى لنا دابا؟ التركيب. التركيب، جيد. يلا بسرعة. نعم. نعم. البراكسيس راه تكلمنا عليه، قلنا هو ذلك الفعل الذي يمكنني من خلال تغيير الطبيعه مثلا او تغيير الوضع البشري الى تغيير ذاتي. ما كينطلقش جون بول سارتر محدات كامله، لا، كينطلق من ذات كمشروع، كينطلق من الانسان كمشروع. يعني كل ما غيرت كل ما كان تغير، لكن واحد العلاقه جدليه، كاين واحد العلاقه جدليه. نعم تفضلي. ملي قلنا بسرعه لان ما بقاش الوقت، ملي قلنا قيمه الاطروحه. نعم. ما نقولوش مؤيد كأيد. بالنسبه للمؤيد كيف ما قلت لكم في تاريخ الفلسفه ما كاينش فيلسوف يؤيد فيلسوف، والا ما يبقاش فيلسوف. كاين هناك اتفاق، تكون اتفاق عرضي، اتفاق عرضي. اذا من يتفق مثلا مع جون بول سارتر هنا؟ ماركس. نعم، ولكن ماركس كيقول تا هو بالحتميات. ماركس يقول بالحتميات، الحتميات التاريخيه. نعم. فيورباخ يقول الانسان يحتاج ظروف التربيه. نعم نعم نعم. اذا بينما جون بول سارتر كيغير، ما كاينش اتفاق. ها فيورباخ مثالي، جون بول سارتر مادي. اذا ندوزوا للتركيب الان، حيت ما بقاش لنا الوقت. اش غندير في التركيب؟ نعم. اذا استخلاص بشكل موجز. اذا شكون يعطينا التركيب بلا ما نكتبوا على السبوره بسرعه؟ كاين عبارات كثيره مثلا ممكن نبداو بها. سنقول من خلال ما سبق يتبين، ياك، التركيب طبعا على ثلاثة ديال النقاط. من خلال ما سبق يتبين أن إشكالية النص، وخاصكم شنو تعطيوني التركيب، قد انفتحت على المدى. إيوا شكون كنديرو دابا؟ فتحت على أطروحتين، على أطروحتين أو جوابين. يلا الأول ماذا يقول بسرعة؟ الإنسان خاضع للحتميات. الحتميات كيف هي؟ مطلقة. والثاني؟ حرية الشخص مطلقة. حرية مطلقة. نعم، ماذا ترون أنتم؟ كاين علاقة جدلية بين، كاين علاقة ديال التناقض، كاين مطلق تجاه الضرورة ومطلق تجاه الحرية. نعم. إذن واش ما كتشوف أن كلاهما يعني قد بالغ في تقدير أهمية؟ نعم. بعد دون آخر. لشخص ندير حنا كجواب، يعني كمجهود شخصي، كموقف شخصي، شخص نديرو؟ حاولوا نقلبوا على الحد الاوسط. مثلا ماذا سنقول؟ مونيه. نعم، مثلا موقف ديال الفلسفه الشخصانيه. ماذا تقول الفلسفه الشخصانيه؟ مونيه او الحبابي مثلا. مونيه يرى ان قيمه الشخص تتحدد بانتمائه وانتسابه للمجتمع الذي من واجبه الا يلغي حريته ويقيده. نعم، اذا هنا الحريه بشروط. يلا اعطينا، شكون اللي اعطينا بسرعه تركيب؟ نعم زيدي كملي، انت كتكتبي وانت كتمني علينا. يلا اطروحتين. الاولى تعتبر، نعم،
الشخص أن الشخص خاضع لحسميات بين عرضتين من وجهة نظر العلوم الإنسانية من وجهة نظر العلوم الإنسانية لضرورات مطلقة نعم ضرورات مطلقة نقطة. أما الثانية تتجه إلى اعتبار وهي للفلسفة الوجودية نعم أما الثانية وهي الفلسفة الوجودية مع سارتر يلا تتجه إلى اعتبار أن الشخص حر مطلق نعم كتبوا نعم الإنسان مشروع أي أنه حر بإطلاق نعم يلا كتبوها تتجه إلى اعتبار أن الإنسان مشروع أي حر بإطلاق نقطة أطرجوا السطر نعم وأرى بدوري أن الأطروحتين معا قد بالغتا في تقديري بعدين دون آخر نقطة وبالتالي وانطلاقا من الواقع أو الوضع الإنساني أو البشري رقم الواقع أو الوضع البشري أعتبر مع موني أو الحبابي أن تصرف الشخص محدد بحرية مشروطة نعم محدد بحرية مشروطة إذن نقطة نهاية ولكن كإضافة ماشي درتي نقطة نهاية وتعطي الورقة سميتو خصك تراجعوا لأنه الأسلوب والشكل إلى آخره راه على ثلاثة ديال النقط ضروري نراجع بعض الأخطاء الإملائية واللغوية إلى آخره ونحافظ على هذاك التسلسل طيب إلا رجعتوا قريتوا هذا العمل هذا غتلقاو أنه عبارة عن نسيج يعني يكون هناك ترابط وداك الشيء راه بسيط تنظن وواضح إذن الحصة المقبلة غادي نشوفوا درس الغير في محور آخر طبعا حسب الحاجيات ديالكم في الدعم وشكرا